من جهتي كشف نبيل الأسد عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين من سويسرا في نشرة سابقة أيضا بأن وفد ميليشيات الحوثي المغادر إلى الأردن يضم المدعو أبو علي الحاكم وهو مطلوب دوليا وعليه قضايا وجرائم بحق الشعب اليمني. ضمن وفد الحوثيين الذين غادروا اليوم إلى عمان هو القائد العسكري الميليشياوي أبو علي الحاكم، وهذا شخص مطلوب دوليا وضمن عقوبات الدولية المفترض بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي اعتقاله فورا بحسب قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بأنه أحد معرقلية التسوية وأحد أطراف الصراع المطلوب أمنيا. لكن ما يحدث الآن هو وضعه ضمن، وهو طبعا يقود المخابرات، جهاز المخابرات لدى ميليشيات الحوثي، وهو ربما الفاعل الرئيسي الأول في حصار تعز.